وتدرون شلون انا اي ريفرش ماي ميك اب؟ احب استخدم هيل بيوتي لان عجيب عجيب عجيب، وهذا وقته بالصيف لانه يتاقلم على لون وجهك، الفاتح مكانه فاتح، الورم مكانه ورم، اذا صرتي تان يختلف لونه على لون البشره. اول ما تحطينه وريتكم شلون، اول ما تحطونه لونه ابيض وبعدين بس يتحرك ويحس بحراره الجسم، شوفه يتغير لونه، فمع الوقت مو وقت طويل على طول ياخذ على لون البشره. وايد احبه فيه انه مهما تغيرت لون بشرتي بالتان او كذي على طول يتاقلم. ثاني شيء احسه ات هايدريت ذا سكن، في لومينس وايد حلو وما يتاكسد لانه هو اصلا يتحول على لون البشره. فيوجوالي لما تحطين فونديشن يكون حلو بعدين يتاكسد، هذا لا، هذا العكس، العكس بالضبط. فانا اذا ابي اسوي تاتش ابس حق مكياجي، اول ما احط المكياج ما احط باودر لان ادري انه بعدين راح اعدل عليه بيوتي بلندر. بالحين صار عندهم ست كامل حق السكن فينش، شايفين يعطي رفعه مو طبيعيه. يعني انا الحين احبه وايد ككونسيلر، يعطي رفعة حلوة، شفتوا شلون ترفلكت، يعكس الإضاءة بشكل جميل جدا، وايد حلو. شوفوا شلون تحت عيني صار، شوفوا البرايتنس، طلعوا هذا ها قاعد ياخذ على لون بشرتي، بس شوفوا شلون يعطي لمعة جميلة. يعني شوفوا هذا أصفر، هذا يعطي لمعة جميلة، وهم راح يتأقلم على لون البشرة، يعني كل ما لو يحلو. وانا احبه لانه يعطي اضاءه روعه. بعدها احب استخدم اللوز باودر مالهم، ما في لون، فهم نفس الطريقه. حلو بالفاونديشن، it does increase، ما يدش بالخطوط at all، جميل جدا جدا جدا. مع فرشه والبرودكت يكون داخل هذه القطعه. عشان ما يطاير تقدرون تستخدمون هذه او تقدرون تستخدمون فرشاتهم العملية، هم هذه تقدرون تحطون فيها الفونديشن. انا احب I mattify my entire face شدي لانه يعطي تغطية حلوة. هالخطوتين تغير مكياجكم، يعني اذا اخر يوم دوام او تشذي تحسون ساعات المكياج يتحرك او هذا، خطوتين تحطين شويه وباودر على طول يتاقلم على لون وجهك وتحسين كانه مكياج جديد. شايفين الفرق بين هني ومثلا هني؟ شايفين شلون هني ريفلكت حلو مع اللايت؟ صدق هيلي بيوتي وايد احبهم، وايد احبهم، يعني صدق تكنولوجي عجيبه اللي مسوينه. يعني بالسفر بهالصيف بس باخذ هذا وخلاص. واللوز باودر وال شو اسمه فيس ميست ريحته تهبل وثبت المكياج عدل ورشته قويه. انا احب الرشه القويه اللي يعني تغطي كل وجهي. And that's it. نصيحة نصيحة نصيحة، طلبوا لنا الحين مسوين 50% اوف على كل ذير ويب سايت. صراحة هذا الفاونديشن وايد وايد حبيت اشوف ايش كثر مستخدمته، يعطي هايدريشن، يعطي دوينس، او يعني فول كفرج، واحب انعكاسه مع الشمس يسوي كانه اضاءه، يعطي برايتنس حق الوجه. غير هذا هو يتاقلم على لون بشرتكم، شوفوا شوفوا عجيب، طلع بس شلون اللمعه الحلوه، فظيع ينن. عدسه اماره، شوفوا اللون شلون يهبل، اخضر ومندمج ويوسع العين شويه بس يخليها كذي مسحوبه، وايد حلو هاللون حق كل البشرات. فانصحكم تاخذون تشاركول جراي ودارك سيبيا، وايد احبهم.